بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور هشام خضير، مش اشراف طاقه التصفيه، بنشرف على مشروع اضاحي. اللحوم اللي جايه طازه من قطعها ومنعبيها كيلوات، بدينا 7% ونعبيها في اكياس وكراتين، ونجمدها في نقطة 40 درجه مئويه، نعبيها في عربيات وتروح للمحافظات. ونشكر السيد الرئيس السيسي، ونشكر السيد وزير الاوقاف ان هو بيهتم بهذا المشروع. احنا بنوفر الاهم اللحوم ديت اللي بتعيش محافظات اوقاف، توزع كلها كيلوات. اللحوم اي حاجه، احنا دكاتره 4 دكاتره مش فين على الطاله، اي لحوم غير صالحه بنرميها، واللحوم كلها زي الفل. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يكرم كل من ساهم في هذا المشروع. تحيا مصر. Thank you.
احمر عم اسمي رضا فتحي محمد، شغال في الشركه المصريه للحوم الدواجن. ده حضرتك احنا شغالين من السنه للسنه بقالنا اربع سنين دلوقتي شغالين في المشروع ده. المشروع ده بعيد عنا بفايده كتير الحمد لله رب العالمين، واحنا شغالين بيوم ونص، هنا بناخد يوم ونص حافز يوم ونص كمان يعني مش شاق. وحضرتك هنا كل سنه في زياده عن كل السنه اللي قبلها ان شاء الله رب العالمين. وزي ما شايف حضرتك زمايلنا كلهم موجودين وانتاج كتير عن كل سنه بيزيد كل سنه عن سنه. والحمد لله الناس اللي معانا ناس محترمين، الشغل معانا ناس محترمه. السلام عليكم ورحمة الله. بنشكر وزارة الأوقاف على المجهود اللي هي بتبذله والمشروع الخيري اللي احنا بنشتغل فيه ده من السنة للسنة. طبعا اللحمة من أجود أنواع اللحوم، جزا الله كل متبرع خير. المشروع ده جميع القائمين عليه كلنا بنبذل المجهود ده لوجه الله تعالى، وربنا يجازي كل متبرع خير. وطبعا كلنا بنستنى المشروع ده من السنة للسنة. ده مشروع يعني من الحاجات اللي ربنا يا رب يكتبها جميعا في ميزان حسناتنا، وشكرا لوزارة الأوقاف.